بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكبر الله بين آيات سديتا إياكو إلى آيات سلاشا إياسدح سورة براء درسيكي هراء كوة مطوعين تها وحبحية مؤمنين تها صدقة كعبية إياكو أن وحبه لين كعبية جهد جود موياني أكود جسدس هو الله كعب المريني استغفر لهم وغفران طلب ولا تستغفر لهم وغفران طلب إن تستغفر لهم 70 مرة تضبات تنتهي هداك وغفران طلبته فلن يغفر الله لهم الله أمد بالله فين محله أمد بالله فين ذلك أمد بالله فالآن تعصب أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون كوي ديب لعي النبي كهري وحي كفر حسينهين بمقعدهم فرد خلاف رسول الله رسول الله الدبدي سعي فردين خاعن ويكد كهرين وكرهوا وحين نعبيهين أن يجاهدوا إنا الدقالمان وأموالهم حوله هذا كد دقالمان وأنفسهم نفطوا في سبيل الله ألا درت أقول دقالمان وقالوا وحيرا هذين يقع دحضوا دائسيري لا تنفروها بحينا في الحر كليلك هكون بحينا وقت كلول بهذا وقت بيتبوك وآذوا كلول لكن ملوه بسلادين قلوا حاتكو ترابا ليل النار جهنم جهنم النار تيدا أشد قدرا حرا حق كليلك لو كانوا يفقون دي فهم سيهين قبب بيكسدين الله عليه سبحانه وتعالى مخلفين في نبي الله محمد كهد لي وهي كفر حسين هاردة حابها لكذا أن قالين يا لبات هذا يا سفر كادير وحين النعبيه سيد هذا لا في أموال بين كدة قالمان يلا دحذو وح يسكوي له وروا كله إلى حين بحننا مكاسا ألا وحوري لا بيو وحاض أشياء تنار جهنم ما ككلون مرك النار تن أتك عرض ديسان جهنم ما ككلون أتكوب يكستين يسكوي في ديسان المثل وحلا شيء وحديثه todobaatan qaybood qayb kamid weey naartan adduunka joogtay todobaatan qaybood oo kule naartu tahay qayb kamid adduunka leeyno ugu soo saaray qaybta kamid inoo ku nafcina wax nafci badan dabka adduunka marka taad ku beegsateen eed ku dhacdeen ba ka sii kulul ba leeyd taadiidantii fariha waxay ku faraxsan yihiin al mukhallafuna kuwi dib dhacay imaqadhim fadhigooda ay fadhiisteen خلاف الرسول الله رسول إلهي قداشي أي فريسان ويفراعي وايه وكرهوا حين النعبهم أن يجاهدوا إنا الدقالما وأموالهم حوله هذا إيو أنفسهم نفطوضا في سبيل الله ألا ودديث وألا الدرتي وقالوا حي إيو لحظوضا إسكوي لهذين لا تنفروها بحنا في الحر كليل كان وروح لحميل كرما سفر كنا وفقيهاي قلوا حاتر النار جهنم جهنم النار تيدا أشد كدرا حرا حق كليل لو كانوا يفقهون هدي فهم سيهين سيدا ميالي الله عليه فليضحكوا حق السلام قليلا إياه وليكوها أويان كثيرا إنبدا جزاء أبا المرين در تيدوي وحي انت بدن أويان عقابتو آيستو بسبب ما شيء سبتي كانوا يكتبون كواشا قيس يعني حق السلام أمر معها in yarbay farxi doona in qosla inta adduunyada jooga markay naarta tagaana abadan bay u ooyaan marka in yar ha qosla way inta adduunyada jooga bal inta aan ha qosay qosul ka kaha ha qosla lamal in yarbay faraxsan yihiin way naarta markay galaan oo hin iyo ciqaab haysata fal yadhaku ha qosla qaliilan in yar wal yabku ha ooyaan kaseeran in badan maxay in badan u ooyo loo ciqaabi جزاءً أبال مارين درتيد بما شيء لغا أبال مارين كانوا أهي يكسبونك وقت كسبدا الله عليه فإن رجعك الله تبوك كسو نغطو إلى ضائفة قيب ومنهم إياك مده دادو سو نغطو وفاستعدنوك أي كائدا بالبان للخروج بحيطان وأنو كرعن ومركي وروي نغي أرواصي كان هدى كرعن هدى إلى هدين فقلوا حاتلا لن تخرجوا بحميسان معي أنيق معيبة أبدا وليين ولا تقاتلوا دغالم ميسان معي اني ما عدو لا دغالم ميسان ما يله
إنكم إذنكم رضيتم رأى الله أتكان قتب القعود فردك أول مرة مرتي وقه الرئيسي فقعدوا فردية مع الخالفين كوة دبلة عاية وهاري كوالله فردية إرمانية الله فردية الله وحولي هدي الله كوة علي قيب كميدة قيب كميدة الله يري قيب كميدة وحاجة عذر دالة ويقول لبات تدرس أن لو قول إنه عذر دالة باتره هذي وحوقي حيلان صحيح وحيلان تقال كإنه فعال لصبه هذي كوجي مادان iyagoo isa soo canaanta waan ku raaci la u diid sharaf yeen siyaasadeen hadday markii horeba hadeen sharaf hawo golaan way wa sharaf u diid way fa irja'aka allah alla haduku cali ila taifatin qayb marka tabuka ka soo noqoto min iyaga kamida u fastaadanuka ay ka idan dalbaan lil khuruj bihitan an ku raacno iyaga sharaf bay raacsanayaan garo fa qul waxaad ku tidhaahdaa lan takhruju bihimaysan maaya aniga maayga أبدا ولين ولا تقاتلوا الدجال من ميسان معي أنا جماعة عدوا هذا ولا الدجال من ميسان الراعي ميسان شرف ذي الماء قولي تضمرك هربا فشلنتين إلا ذو حوي إنكم إذا كرديت محرر لكان قتين بالقعود فد أول مرة مرتي وجهرس مرك اللي يدين بعنا وادبه ويدن هذا إذا كم فلين وحبا فقعدوا فريسة مع الخالفين قوة علي الله وحده ولا تصلي هكوت كان على أحد إن أحد منهم منافقين تكمدا أحد كاسو مات لنتي أبدا ولقا ولا تقومها استاج على قبره أديقو أدو عيني محايا لإنهم يو كفروا ويكقالوا بالله عليه ورسوله وما توانا يدمتين وهم يو فاسقون فاسقون أيهين فأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن السلولة مركو لنتي يويل كيسيبا أجي من نظر marka suuri ya rasuulallahi waxaan rabaa inaad aabahay ku tukato qamiskaagana isiiso magacaab uu yiri oo xubaab baa la yiraabo abdullahi baa lagu yiraabo marka nabigu waa yahay boo qamiskiisina uu siiyay markii uu tagayo nabigu inuu ku tagado damcay ba umar bin khadab ya nabiga maradiisi qabtay ya rasuulallahi miyad ku tukan waa laga naayay hada nahyi cado marka joogay ma jirin ee umar bin khadab uu hoogay khaadir buu lahayo inay ku soo dhaceen baa laga yaaba ama nahyiga uu ka faa'ideysanay munaafiqiinta in lagu tukado ma mudna markaas uu wada ku tukanay waa li door galiyay ida markuu ku tukaday baa nabiga aayadan dultimid oo aayadan la soo duldhigay munaafiq dambe kuma tukanay qamiskana wuxuu u siiyay baa layay markii badar la qafaashay abbas bin abdulmutalib min deero xoog badan buu ah markii dadalkii waa laga furtay soomaa wax yar baa lagu soo reebay qamis la ekaada la waayay oo nahay ka abdullah ibn ubay oo nin weyn buu isna aha taasu ka abal celinaya nabiga kaleey salaatu wasalaam nabiga aayadana marka la tuldhigay munaafiq lagu tukan maay marka inaga hada waxan janaazul qaaib la yiraa oo sharci ahayn janaazul qaaib sharci ma aha nabigu wuxuu ku tukaday ninka la yiraahdo asxama nagash ninkii habashiga ahaa wuxuu ugu tukaday nin muumin oo ahaa dad gaala ana uu la noola boqor buu ahaa lagu ma tukanin marka nabiga waa loo sheegay waxii baa loogu sheegay inuu ninkaasi dhintay lagu ma tukanin marka walaalkiin ku tukaday koor iyo kadib nabiga oo salaatul ghaib tukada lama arag saxaabada oo salaatul ghaib tukatana lama arag kitaab waxaan aqriyay 10,000 oo ruux oo nabiga laga soo bilaabo ila sheekha qoray waqtigiisa qabigiisa deedaadaha oo waafiyad koodi dhimashadoodii la sheegay hal nina oo salaatul ghaib baa lagu tukaday kuma aan arag anigu salaatul ghaib marka dibka iyadoo leh ya hadana nin laga yaabo in khamri dishay ama laga yaabo oo taariikhu salaadaha ama qadcu salaadaha ya la dhig hebel ba meel hebla ku dhintay ha lagu tukado salaatul ghaib ku waa khatar sheekh salaatul ghaib haddaynu kama arumayno ruuxaan lagu tukanin ha ahaado oo waliba caan ruuxaan lagu tukanin oo waliba caan ha ahaado salaatul ghaib haddii nu kamar muhiim insha Allah ta'ala marka taariikhu salaadka ama qaadicu salaadka ma lagu tukan adu haddii meed ka hadalayna soo dhaxdhigo oo magac islaam leh dhihimayno baadimayna ka isaga waan ku tukanayn oo muxuu ahaayo waxba weydiinmayno inuu ku tukan ka laakiin ninka maqan oo laga yaabo inuu wax kale yahay war salaatul ghaib ka aan iska ilaalina insha Allah ta'ala nabiyullah muhammad waxa lagu yiri walaa tusalli ha ku tukan على أحد قف أو منهم منافقين تكمله قف كاسو مات هدين تي
أبدا وليها كتكن ولا تقومها استاجي على قبره قبر جيس دشيس أدو أدو عين ربا محايا لأنهم يو كفروا ويقالوا بهم بالله علي ورسوله بك قالوا بهم وما توي دنتين وهم يغون فاسقون فاسقون أيهم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سوى الله باب الودور كوتشري يوابيه دنتي عبد الله عبد المطلب مدينه كردنتي أول بيبع مركات شو عبد المطلب أول مركو نشوه يدي بهين شرته سوى فرتيله هو يدي دمته معناه هو حنكورنا النبي الله محمد قبره هو يدي بو الله ويديسه إنه زيارته ودعائه سيارة والو أقول يا بالد أمسد دعين كرتيد بالويد إذا هذا منافق ذاتك هذا شو منافقين تا أمنا بنتو وهب كافي عنا ده يد الفترة يبقىها معناه هو حال ديدين يا مشركين تبى اللي قلته كذي وضد بدن كفى إدستان ولا دعي تاسع لديدين ولا تعجبك يعني كياب قالين أموالهم قالوا ضحولها إيه إدستان يو أولادهم عرور طالع إنما يريد الله الله وحول ربا وعرورتي حولها أسيج أن يعذبهم إنه كعذاب بها حوله عرور والرفات كي لما ريان إيه نحدين تأيوها في الدنيا الدنيا ضربك على كل ميان وتزهق أي بحضه أنفسهم نفطال وهم كافرون قال أيهينو أي سيمع عن سلام ما كان يقول محمد نفط وحيده كتا داد كان قال ده عقاب تمطي أي حق اللقو كريلاي أي نفط وحيده كتا محا حوله يمال كاللوسي ما كان له وحليه وحبه الله يابه وإسكا عادي تاس إيغي دبكو يهين حوله يمال كيو إي عرورتي وحاسو أدون كدبك على كل من لحد أنت يا دقالة أنت يا أورود أنت وسيوسي مع سنة يوم بقال لما كده مني مركو حبه الله يان بالي ولا تعجبك يينك وياب قالني أموالهم حوله هذا وأولادهم عروت هذا إنما يريد الله الله والله ربا أن يعذبهم إنه عذابه بها حولهم كل عذابه في الدنيا الدنيا ضلبك على كل من هو تزهق أي بحضه أنفسهم نفطاد وهم كافرون قاليهم وإذا أنزلت مركي لدجيه صورة 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 مركي لدجيه صورة ذاته شيئيس أن آمنوا رمايا بالله الله رمايا وجاهدوا الدقالما مع رسوله رسولك من عيسى الدقالما استأذنك ويكائدا طلبي أولو الطاول خطن سنما ضدتك أصاحبك أو من المنافقين تكمل وقالوا حيديه دردنا أن الدان نقتك نكون أن أهان مع القاعدين كوا فديه سورة دي مركي سيودك سئية آيات آيات دات سو شيئي سألانا هلا رمي يهنا للجهاد والنبي هلا راعو كو حولها له بعده إسكا كاية دا يورنا إذن أنو إسكا فريسان كو حولها لها باسداده إلا ربئين إددك هرسيد النقضان باسداده ومنافق لماذا درتين منافق أفكو لا إله إلا الله كلي هوستان واكا قالوا إلا أن مكان منافق مجرين قال مغضئي مسلم مغضئي مدينة دي مركي نفولي فولي يدو با منافق النقضة مركي قال لمدي موتشسن كروايين يأفك باركيس وإذا أنزلت مركي لدجي صورة صورة أن آمنوا حماية صورة دا صور به أن آمنوا حماية أنتوا بمعنى أي آمنوا حماية بالله الله وجاهدوا دقالما مع رسوله رسولك معيس استأذنك وحكا إذا ضلبي ولو الطاولي هذا انت النمذا كوة صاحبك ومن المرافقين تكمله وقالوا وحيديه درنا نقتك نده نكون أن أهان مع القاعدين كوة فديون إسكننا سنة إذنكم ماشا ذوك عيسان وإذنك إذن شبته ردوا وحيثال لكان نقضين بأن يكونوا إني أهانا مع الخوالف كوة هري دمركة والضبعة والدبالي على قلوبهم قلبيا القاضي فهم يقول لا يفقهون ما فهمية وهو مكسية خوالف وجمع تكسير جمع تكسير كفاعل ومؤنث كأه يا فواعل وجمعية جمع تكسير وسديدي اللي بتوزن كمؤنث كفاعل ومؤنث فواعل بالو جمعية ما كخوالف وحلولي يعني توما كله شو قدي ووحي إنه إرمانية ليه إذا إنك إنك فيك عن كبر حين الميل السوق من إرماني يعني قبل حاس فيه سوبر دكان كرا وأنا فول يو مركي النبي تشتنا وحكا هذا البذوال وكفى عن بذن مركي لا أنا وخلاص مني مركي خوالف فدي تمركي عروض تكوها على الليل ربو وحيث قال لك النقدين بأن يكونوا إلى هذا مع الخوالف قبلها هذا يهوك
والضبيع عوال الضبولي على قلوبهم قلبيا الكونة فهم يقول لا يفقهون فهم ما هي لكن الرسول الرسول الله هي والذين كوي آمنوا فيما يمعهم يعيس جاهدوا ويتقالما بأموالهم حولها ذي كد قالما وأنفسهم نفتوضنا ويكد قالما وأولئك كوا الرسول كي يوحي اللجرة لهم حاوسون هذا الخيرات وخيرات فربدن لكم بكرين وأولئك كوا سنهم المفلحون كوا قولي سوين لكن استدراك بالي إذا عربي ده. هذا الهرؤ السعودي هذا اللي قد بقيوين إذن كوات هدينو هبدا قالمنا لكن رسول كوات قالمنا هسيا شيء وي أف صومالي هسيا شيء إذن كوات ديدان تقالمين رسول كوات قالمنا وي معنه لكن الرسول رسولك نبي الله محمد إيه والذين كوي آمنوا مؤمنوا بي معهم عيسى ومعهم عيسيه تيهدوا يتقالمين بأموالهم حولها ذي كود قالمين iyo waanfusiim naftooda wa ulaayka kuwa dagaalamay nabigu hoggaaminayo lahum hawsunaad al khayraatu khayraat farabadan wala jamciin wa khayraat farabadan wa ulaayka kuwa sanahum al muflihuun kuwa guuleystay muflih waxa leeyda qofka wixii uu ka baqayna ka badbaaday wixii uu rabayna helay muflih waa ka ta'adallahu allahu u diyaariyay lahum iyaga jannatin jannooyin تجري أي سعطة من تحتها هاستنا جده هذه يجري هذا هاستن ألنهار وادية خالدين فيها ويكواريا ذلك تحسن الفوز الليبان والعظيم أوز الله بيروا الليبان وين الجرم وحلكوا بكرمه قف كنفته رها أمو من كأه مجاهد كأه والرسول ألرهمي هذا في الوقت الحاضر بواسطة جنة أي كواريا بهلي وأنا أقول وين ولا قد بهاللي كانوا أعد الله الله وحودياريه لهم كوا جنات جنوين تجري أي سعطة من تحتها وصيد ألنهار واريا خالدين فيها ويكواريا ذلك كاسي الفوز ليباوي العظيم أوين وحال إن قدونا يوحى جنة الله قال هرت إلى مبرنا هل لأقاد بدعة جنة الله ما قال قفكي بدعة دين هانو هايستو شيء بدعة الدين بأدقها هكولاء هذا جنة قل ميسد واتكا قفقان بدعة واخد معناه waxaan ka wada waxyaabaha jannada lagu galo aynu aragno marka waxaan diin ahayn jannada ku raadin hadhay wajaa al mu'addiruna kuu cudur daaranay way yimaadeen oo minal arabi heer baadiyaha liyudana lahum illa idno iska taga la yiraahdo waqa'da alladina kuwina way iska fadhiisan ka dagu beeni guriyoodi bay joogen allah alla beeni wa rasuuluhu sayusibu ha asibi الذين كوي كفروا قالوا ومنهم كوا كمنا عذاب عذاب أليم وكلل وحاشر الدد مدينة هريرة هي جفار إيو مدينة هريرة هي دقنوا دي مسلمة لكن هيرمي هو أن تبربض الله إنه كدوا له نبي قال أجيب الدين وحين يا رسول الله إسكا كاي إذن دي أنه وحبا ما هي سنة دد كي باليها دقنا يوم مكذبين تأهانا وإسكا قبضانا نبي قال أما إيمانين dadka ka hirmiyi gaho de muslimiinta oo muuminiinta oo nifaaq iyo waxba ku jirin intay nabiga u yimaadeen bay cudurdaarkooda u sheegteeno inay tabardar yihiin xaaladda wax ka sii yihiin yaa u sheegay nabiga ruu ogolaaday wax munaafiqiina ma aha kuwaas waxa la wixii mukadib ahana uma imanay nabiga way qabaday wajaa way yimaadeen al mu'adhdhiruna al mu'tadhiruna al mu'dhiruna suwaayo badan ba la aqri jaa way yimaadeen al mu'adhdhiruna ku cudurdaar sheeganayeen ومن الأعراب خير ميجا ليؤذن اللهم إلا إذنه إسكتشوا قال لي هذا نبي قلنا هو إذنه طبعا وأي منافقين معها ذن تودي بين النبي أشاكتين وقعد الذين كوا إسكفر لسان كذبوا بين الله ورسوله ويكسر دعوائنا إلى النبي قال لهذين لا إذن سيصيبوها أصيبي أو كدعي الذين كوا كفروا قالوا بأمنهم كوا كمذا هو نبي قال إيمان واي عذاب عذاب أليم مؤلم حانوتيا ليس على الضعفاء مركيد إن بدن قرآن كلا إذا هلا بحو هلا جهادو الله سيد الله يلو يا دب دب بدن بان نبي قال إيمان أيه أن تبر هين أو إن دلع أو لثين أيه أو وحوي وحيا بس كيينه مصاحب أنا هاي سنة تدخل الله فصاح يا مر ليس ما أهان على الضعفاء هو تبر تدرن أن أود بلهين ولا على المرضى قوة شيخين ولا على الذين كيدشوا ماءها لا يجدون أن هلين ما يفقون وحي خرج كريان وبعيان حرج وحدي به الدنب مسارة
إذا نصحوا مركي النصيحية لله ورسوله إذا عادوا يهين والنصيحة وامح خير ميرد بعلماء النبي كلين وإنه قال ذا النعبي هاي مسلمين تنجعليها يقوشوا ذا تعليها تبربيون هايني وإنه صحي هايوين ما على المحسنين محسنين تدشوا ذا ماهم سبيلين وح طريقه عقابي أصوى مرتمجلون قف محسنة dad kan tabarta daran ee noocaas maradu muxsin yahay oo aliya rasuulka iyo uu jecel yahay muuminiinta jecel yahay guusha muuminiinta jecel yahay uu iimaan leeyahay meel ciqaabay soo marta ma jirto way wallahu allan ghafurun ka dhaafa way rahimun oo naxariiso dadka aan tabarta haynin allah waxa uu qabsan mahay uu dambe dhaaf daciifka waxa way qofka sidiisa u tabar daran daata ahaan buu tabar daran daata ahaan ama masarif iyo waxba ma haysto adu dhaata ahaan buu tabar daran yahay iska dhig qofka buka ee jirreen ee daqdaqaaqiisu iska yar yahay dadka aan helaynin waxay kharash gareeyaan ku duulan dadka wax dhibaato ma saari ogow leysa maanin ala dhuufaa dadka tabarta daran ee iska daciifka ee tabarta xagga awoodu ay yar tahay walaa ala ladii walaa ala marda ku dushoodana ma aha walaa ala ladina ku dushoodana ma aha walaa ala marda way kuwa jifan dushooda maaha walaa ala ladina ku dushooda maaha laa yidduuna aan helayne ma yufiquuna wax bixiyaan xaraj wax dhiba ida nasaxu markay daacad yihiin u nasaxayaan lillahi wa rasuulihi oo qalbigoodu wanaagsan yahay ma ala almuhsinina sama falayasha mu'mininta dushooda maaha min sabiili wax fariiqa ah oo ciqaabi soo marto wallahu alla ghafuru ka dhaafo irhiimul hadista walaa ala ladina ku dushooda maaha إذا ما أتوا كمركي كوي مادان لتحملهم إلى الحمبارتو قاديد سيسو إيا سهي قلت آتر لا أجد هيل مايو ما أحملكم وحان إذن كو حمبارو عليه دوشيشون إذن سارو كواسو تولو جيت سيدي مركو النبي سيدا كويري وعيونهم إنهضون تفيضوا أي شبمي من الدمع المدر سيد محايا الله إلمين إذا حزانا مروك در سيدو ألا يجدو إني نهيلين بي لم مروك سيهين ما يفقون واحد حيان waxay ahaayeen dadkani toddoba ruux bay ahaayeen sheebani muqarrin ahadiis qaadkeed waxay leeyihiin toddoba nin oo walaal ah reebani muqarrin leeyahay bani muzayna yey ahaay ahadiis qaadna waxay leeyihiin toddoba nin oo qabaail kala duwan laakiin ka ansaariyad u badan intay nabigu yimaadeen bay yaa rasuulullaahi waan duuleyna waxna ma haysano kharash ma haysane waxna si markaas uu nabigu ku yidhi mehelaayo gaadiidan idin saaro iyo sahay midna idin mehelaayo markaas ay jeedsadeen iyagoo ilmadii ka daayso iyagoo murugaysan kharash la'aan darteed waa kuwa nabigu yidhi markay sii duulayeen buuri ma jirto meel aad marteen ama waadi aad talowdeen meel kasta aad martaan dad waxaa jooga madiina ku hadhayo idin la socda markaas ay rasuulaysay noola socdaan wuxuu yidhi cudurdaar baa reebay qalbigoodi baa idin la socda waa kuwa kuwa la sheegay mar hadiis baa wuxuu yahay kolay kitaabka waan ku arkay isagoo qore martabadiisa ma sheegin markuu nabigu arkay yuu u yeeday markaasuu intuu u yeeday buu wax siiyay hadiisaasaa jira laakiin de haduu nabigu wax uu siiyahay markii horeba iska tagama yilaahdo hadiiska marka si hadiisa kitaabku ii ma sheegin kitaabki sharaxeen hayeen walaa ala ladina ku dushoodana ma aha xaraj إذا ما أتوك مركي كوي ماذا لتحملهم إلى الحنبارتو قلت آت كتري لا أجد هلي مايو ما أحملكم حوحان لكو حنبارو عليه الدشيسة كواسو تولو جيتذي وعيونهم عند هوضنا تفيض أي شبم من الدمع المكا شبم محاين لا إلمين يان حزانا لأجل حزان مروق درتين ألا يجدو إنين هلين أي لمروق إسانيه ما ينفقون واحد حيان إنما السبيل والضدع عقابته على الذين كوي دشوه دوية يستأذنون كائدا ضلبي وهم يغن أغنياء ويهين لبعض تضع عقابته وحي هيستا كوي يغو هذا نهو وحيلي كرا أن اسكتشوغنه نايدا كويري إنما السبيل والضدع لبكي والضدع عقابته على الذين كوي دشوه دوية يستأذنون كائدا ضلبي وهم يغن أغنياء وهذا أيهين خضوه waxay raali ka noqdeen bi an yakunu inay ahadan macal khawalifi dadka hadhay dumarkii iyo caruurtii kuwa inay la joogan bay raali ka noqdeen yaani way raali ka noqdeen waxa loo leeyahay way iskala way ka yixi xiwaayeen
inay culkii oo duulaya ay caruurtii haweenka ku hadaan way ka yixiixay naftoodii way iskala weynaan way wadaba Allahu Allah wuu daboolay ala quluubihim qalbiyalkooda fahum iyaguna la yaclamuna waxba ma oga haday wuxuu garanayaan way yixiixilaa inuu dadka duulaya inay raacaan ya suuragal noqon lahayn Allah subhanahu wa ta'ala.